أبو نصر بن أخت بشر الحافي يروي عن خاله أبو نصر المحب عم المشايخ صوفي أنذر مناقبهم. أبو أحمد البزاز تلميذ بشر الحافي. البزاز شنو مولانا الحرفة هاي؟ البز صناعة البز اللي هو القش؟ لا زي الملابس؟ أيوة ملابس فيه البريسل والبز وفيه يعني دي حياكة. أبو أحمد المغازلي الصوفي انذر كرامة وقعت له. أبو الفضل بن مالك الصوفي استاذ الجنيد انذر مدح الجنيد له. أبو الفضل الهاشمي أحد أولياء انذر كرامة له. أبو سعيد الخياط تلميذ ابن يزيد البسطامي. أبو علي المفلوج يروي عن معروف الكرخي. أبو علي الطبيب تلميذ بشر الحافي يروي عنه. أبو علي البصري العبد الصالح تلميذ سهل التستري. الله. أبو علي الحرقي الصوفي من أقران الجنيد. أبو علي بن بيان الدير عاقولي العابد الزاهد. أبو الحسن العلوي الصوفي تلميذ إبراهيم الخواص. أبو الحسن النحاس تلميذ سهل التستري. أبو الحسن العطار تلميذ الشبلي. أبو بدر الخياط تلميذ أبي حمزة الصوفي. أبو الفرج الرسمي الصوفي جوهر زوجته أبي عبد الله البرائي أحد العابدات مضغة ومحاه ومخة وزبدة أخوات بشر الحافي العابدات انظر منها وقبهما مضغة ومخة وزبدة أخوات بشر الحافي العابدات انظر مناقبهما عباس بنت الفضل زوجة أحمد بن حنبل انظر مناقبها ميمونة أخت إبراهيم الخواص أنظر مناقبهما الحوارية أخت أبي سعيد الخراج تروي عنه عبدة بنت عبد الرحمن بن مصعب هلا هلا سيد الرفاعي الراوي عبدة بنت عبد الرحمن بن مصعب أم أحمد الأنصارية أم عيسى بنت إبراهيم الحربي كانت تفني في الفقه تفتي بالفقه صح أم سلمة حفيدة أبي داود الستاني صاحب الصحيح أم سلمة حفيدة أبي داود الستاني صاحب الصحيح الفياضي ولده مسمية أبي داود أمة الواحد بنت القاضي المحاملي كانت تفتي في كل العلوم انظر مناقبها وصلاحها أمة الإسلام بنت القاضي أبي بكر بن كامل كانت محدثة صالحة الخلدية بنت جعفر الخلدي تروي عن أبيها خديجة بنت موسى الواعظ المعروفة بنت البقال كانت من الصالحات جبرة السوداء المحدثة خديجة بنت محمد الشاه جانية الواعظة الزاهدة